أكثر من 8 أشهر والمعارك تتواصل حول باخموت بين الروس والأوكرانيين. معهد هاتسون الأمريكي أعلن أن باخموت أصبحت منطقة استنزاف شديدة للعتاد مع ارتفاع خسائر الجانبين، مؤكداً أنه حتى إذا سقطت المدينة لن يتمكن الجيش الروسي من السيطرة على منطقة دونيتسك أحد أهدافه الجغرافية الرئيسية. وفي ظل الخسائر البالغة التي تقع من الطرفين، تعول كييف على الغرب على صعيد الاستخبارات والتدريب وإمدادات الأسلحة الحديثة، وتواجه الجيش الروسي بدبابات خفيفة وثقيلة ورادارات وذخائر وصواريخ وقذائف بعيدة المدى جاء معظمها من الغرب. ومع كل مؤشر لتقدم القوات الروسية في اتجاه، يقابله مؤشر آخر على نقص في الأسلحة والعتاد والأفراد، وكذلك الحال على الجانب الأوكراني. ولحين تبيان الموقف على الأرض وحين يتعلق الأمر بالأسلحة والذخائر، فربما الكل خاسر في تلك الحرب، فموسكو وكييف والغرب سيحتاجون لفترة طويلة لتعويض تلك الأسلحة والذخائر، وربما تحول الظروف الاقتصادية العالمية الحالية دون تحقيق هذا التعويض بالسرعة المطلوبة.